السلام عليكم جميعا. النهاردة عايزين نتكلم على توبيك برضو من التوبكس مهمة في الاوبريشنز مانجمنت، وهو السكادولينج ان شورت تيرم. السكادولينج كونسبت مهم جدا، يمكن اتكلمنا عليه في الانترودكشن بتاعة تشابتر 1 واهميته في الاوبريشن سيستم. السكادولينج كونسرن دايما بيحاول يعمل allocation للليميتد ريسورسز والتاسكس اوفر تايم فريم معين. فعايزين النهارده نتكلم على جزء مهم في السكادولينج اللي هو على الشورت رانج او الشورت تيرم. فبالتالي المين جول او التاسك اوف سكادولينج ان ذا شورت تيرم از تو سيلكت ستاتيك ريسورسز والتاسكس والاكتيفيتيز اوفر تايم فريم، وازاي يوزع كل التاسكس والاكتيفيتيز. برضو المين تارجت او اوبجكتيف للكونسبت بتاع السكادولينج زي ما اتكلمنا في الترانسبورتيشن تو مينيمايز الاوفرول توتال كوست. في الاخر هدف في اي بزنس ان انا اعمل مينيمايزيشن لكل انواع الكوست. فبرضو الرايت ديسيشنز الخاصه بالشورت تيرم سكادولينج ممكن تساعد الاوبريشن مانجر ان هو فعلا يوصل للمينيمم كوست في السايكل بتاعه الاوبريشن. طيب ايه هو السكادولينج؟ هنبدا نتكلم على كذا حاجه دي، بس هنتكلم حاجه مهمه قوي اللي هي الاساينمنت ميثود. دي من الحاجات المهمه في التوبيك بتاع السكادولينج. هنعرف ايه هو الاساينمنت وازاي اطبقه في البيزنس او الاوبريشن، ايه البروبلمز اللي بتقابل الاوبريشن مانجر في مشاكل الاساينمنت، وازاي في الاخر بيوصلني للتارجت اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو مينيمايزنج التوتال كوست. يبقى الاساينمنت مثلا هنا سبيشال كلاس اوف ذا لينير بروجرامينج موديل ذات اساين تاسكس اور جوبز تو ريسورس. طب المشكله الاساسيه دلوقتي عندي ان انا عندي اوبريشن سيستم، عندي برودكشن لاينز، عندي تاسكس كتيره واكتيفيتيز مستنيه في الرو عندي عشان تدخل السيستم او الاوبريشن، وجوبس كتيره قوي وعندي ليميتيشن في التايم في الريسورسز. فازاي هبدا اعمل الوكيت للريسورسز والتاسك دي والجوبس على الديفرنت ماشينز او اكويبمنت بتايم فريم معين؟ ده الاساينمنت ميثود هتبدا تساعدني. طيب المين اوبجكتيف اوف الاساينمنت ميثود از تو مينيمايز الكوست اور تايم. الهدف الرئيسي للاساينمنت ميثود ان انا امينيمايز التوتال كوست او التايم، لان طبعا تايم في الاخر ايكوال كوست او ايكوال ماني. طب الفكره هنا بتاع الاساينمنت ميثود الاول، الحاجه اللي هنركز عليها في الاول ان انا اعمل اساين لوان جوب او وان وركر على وان ماشين او بروجكت. كده ايه؟ 1 تو 1. هنمشي على فكره الاول 1 تو 1 كده. لو في ايه وقت بعد كده نبدا ناخد افكار اكتر من الاساينمنت او الشورت تيرم سكادولينج. يبقى الفكره الاساسيه عندنا هنا الاساينمنت ميثود هي كلاس من لينير بروجرامينج، المين تارجت او اوبجكتيف تو مينيمايز التوتال كوست او التوتال تايم. والفكره اللي هنشتغل عليها تو اساين وان جوب لوان ماشين او وان بروجكت. طب الفكره بتاع الاساينمنت ميثود على طول عشان نفهمها صح اوريدي لازم ناخد براكتيكال اكزامبل ونشتغل عليه. دلوقتي عندي تيبل فيه ديفرنت جوبس زي ما احنا شايفين، عندي جوب او تاسك اور، وعندي جوب او تاسك اس، وعندي جوب او تاسك تي، وعندي هنا يعتبر التايب ساكرز او الماشينز اللي عندي. عندي ماشين A وماشين B وماشين C. مطلوب مني في الاخر دايما تلاقي يا جماعه عشان النوع ده من البروبلم 1 تو 1 دايما هلاقي التيبل بتاعي 3x3 4x4 2x2، لان في الاخر هاساين كل وركر او كل جوب على بروجكت واحد او على ماشين واحد. فزي ما انا شايفه قدامي كده انا عندي 3 جوبس وعندي 3 ماشينز، هبدا اوزع الحوار ده عشان اوصل في الاخر ايه المينيمم total cost. يبقى زي ما قلت كده job R المفروض تروح عند ماشين واحدة whether A B or C، هنشوف هتروح لمين وبناء على ايه. نفس البوينت في الفكرة بتاع job S و job T. طب ده الجيفن اللي بيبقى عندي في مسائل الاساينمنت ميثود اللي هي بتركز على 1 to 1 او 1 job ل 1 ماشين. ايه الخطوات او الستبس اللي همشي عليها واعمل تست عليها، وامتى اوقف وابقى وصلت للبست سولوشن او البست اوبشن اللي هيعمل لي مينيمايزنج للتوتال كوست؟ هنشوف الخطوات اللي هنبدا نشتغل عليها. طيب بشكل عام كده دي الجيفن اللي هيجي لنا لو جات لي بروبلم خاصه بالاساينمنت ميثود اللي هي طريقه من طرق السكادولينج في الشورت. اول حاجه الجيفن اللي قدامي زي ما قلنا كده في 3 جوبس وفي 3 ماشين. ازاي اوصل في الاخر ان انا اوزع كل جوب؟ يعني خلي بالنا هنا 1 تو 1 يعني الجوب بتتوزع just once والماشين just بتاخد one order او one job او one task. يبقى الفكره الاساسيه هنا ان ما ينفعش مثلا job R تروح لايه؟ لاكتر من ماشين او equipment، وما ينفعش ماشين واحده تاخد اكتر من order واحد او من job واحد. فدي الفكره الرئيسيه اللي هنشتغل عليها في الايه؟ في الاساينمنت.
طب هبدأ الستابس بتاعتي ازاي او هبدأ الشغل بتاعي ازاي؟ اول حاجة زي ما احنا شايفين دلوقتي انا عندي تيبل قدامي 3 باي 3. طيب ستيب نمبر 1 عشان ابدأ اشتغل على الاساينمنت ميثود، فيها خطوة او ستيب 1 مقسومة، فيها ستيب 1 اي وستيب 1 بي. الفرق بينهم او بعمل ايه في الجزء الاولاني والجزء الثاني؟ ستيب 1 اي بشتغل حاجة اسمها رو باي رو، ثان في ستيب 1 بي ببدأ اشتغل كولوم باي كولوم. هنشوف ازاي، وخلي بالنا ان ستيب 1 بي مبنية على 1 اي، لكن ما برجعش تاني للاوريجينال تيبل. يبقى خلي بالنا ده الاوريجينال تيبل دلوقتي اللي هرجع له في اخر ستيب خالص، لكن ده اللي ببدا اطلع منه ستيب 1. في ستيب 1 اي ببدا اشتغل رو باي رو. طب هعمل ايه في رو باي رو؟ همسك اول رو اللي هو الخاص ب الجوب ار. طب هعمل ايه في الحوار ده؟ هشوف كل الكوست بتاع، لو وزعت جوب ار على ماشين ايه، الكوست بتاعتي 11 دولار، على ماشين بي 14، على ماشين سي 6 دولار. طب اول خطوه الاول هعملها ايه؟ هبدا اشوف اقل كوست موجوده قدام الجوب دي. خلينا مين الكوست اللي هي 6. هعمل ايه في 6 دي؟ همشي رو باي رو. بالنسبه لاول حاجه دلوقتي اللي هي الجوب ار، هاخد ال 6 دي واعمل لها سبتراكشن من كل الرو. يبقى هبدا امسك ال 11 ماينس 6 5 14 ماينس 6 8 6 ماينس 6 0. طب هبدا اكرر الكلام ده رو باي رو. هدخل ستيب 2 على جوب اس، هشوف كل الكوست اللي عندها على الاساينمنت بتاعه الجوب دي عند كل ماشين. هلاقيها عند ماشين ايه 8 دولار، عند ماشين بي 10 دولار، وعند ماشين سي 11 دولار. هاخد اقل كوست فيهم اللي هي 8 دولار، وابدا اعمل لها سبتراكشن من الكل الرو. يبقى 8 ماينس 8 0، 10 ماينس 8 2، 11 ماينس 8 3. هعيد نفس الكلام ده بالنسبه للجوب الثالثه، الكوست اللي عندها 9 12 اند 7، اقل كوست فيهم هي ايه؟ الكوست اصلا. هبدا اطرح او اعمل سبتراكشن ل 7 من كل رو. يبقى 9 ماينس 7 2، 12 ماينس 7 5، 7 ماينس 7 0. ده كده خلي بالنا كل ما بقول رو باي رو ببدا رو باي رو، ده ستاب 1 اي. طيب التيبل الجديد اللي ظهر عندي من ستاب 1 اي هبدا اطبق عليه ستاب 1 بي. من التيبل اللي طلع في 1 اي الريزلت اللي طلع مش الاوريجينال تيبل ده، هطبق عليه 1 بي. 1 بي هعمل ايه؟ هبدا اعيد نفس الكلام ده بس يوزنج بدل رو باي رو كولم باي كولم. من ايه؟ من الريزلت او الفاليو اللي طلع افتر ستاب 1. هنا طبعا الاساينمنت ماسك بيشرح لي دلوقتي بشكل ثيوريتيكال، قال لي طبعا بعمل كرييتنج لذير اوبورتيونيتي كوست باري repeatedly subtracting the lower cost from each row and column. دي الخطوه اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي. الثانيه والثالثه برضو خلينا احسن نشرحهم على البراكتيكال اكزامبل عشان هتبقى ايه اسهل من الستابس الثيوريتيكال اللي هو بيتكلم فيه. يبقى انا ستيل هنا لسه في ستيب 1، لان انا دلوقتي شغال خلصت ستيب 1 اي، عملت اللي هو الايه ستيب اللي هي اسمها رو سبتراكشن. هخش بقى اشوف الريزلت اللي طلع عندي من الرو سبتراكشن، اهو ستيب 1 اي زي ما احنا قلنا، خدنا اقل كوست عند اول جوب وطرحتها من كل الفاليوز. تاني حاجة اقل كوست هنا ايه طرحتها من كل الفاليوز. تالت حاجة اقل كوست هنا 7 طرحتها من كل. التيبل اللي ظهر عندي الجديد ده اللي هو ستيب 1 اي هاخده واعمل بيه ستيب 1 بي. ستيب 1 بي يبقى هاخد كل الريزلت طلع عندي هنا من 1 اي اطبقه على ستيب 1 بي اللي هي كولم برودكشن او كولم باي كولم. يعني ايه؟ همسك بقى كولم ايه؟ خلي بالنا من حاجه يا جماعه، هاخد برضو نفس الفكره اقل فاليو في كل كولم واطرحه من بقيه الفاليوز. طب اوتوماتيك في كولم اوريدي بعد ما عملت ستيب 1 اي بقى فيها 0 زي كولم اي فيها 5 و0 و2 وكولم سي 0 و3 و0. طب اوريدي لما امسك كولم في 0 واخد ال 0 دي واعمل لها سبتراكشن من كل الفاليوز، الكل ما هيتغير؟ لا، ال 0 مش هيأثر على حاجه. فبرضه عشان اخد بالي وانا بعمل ستيب 1 بي اللي هي الكولمز، اوريدي الكولم اللي فيه 0 هينزل زي ما هو لان اوريدي ما فيهوش حاجه تتغير لان هو اوتوماتيك ايه؟ في 0. طب ايه اللي هيبدا يظهر فيه تغيير هنا؟ هو كولم بي. الفاليوز بتاعته 8 و2 5، اصغر فاليو عندي نفس الطريقه اللي مشيناها في رو باي رو اللي هو ال 2. هبدا اطرح ال 2 دي من كل الفاليوز 8 ماينس 2 6، 2 ماينس 2 0، 5 ماينس 2 3. ده كده خلصت ايه؟ ستيب 1 بالسب ستيبس بتاعتها اللي هو الاي والبي. ده التيبل اللي ظهر عندي. ده كده خلصت ستيب اي كومبليتلي. طب قبل ما ادخل بقى في ستيب 2 بعمل حاجه اسمها تيست، او قبل ما اكمل في الخطوات بتاعتي بعمل تيستنج بعد الخطوه بعد الستيب 1 كامله بايه بالجزء بتاعها ايه وبي. ايه التيست ده؟ ببدا اشوف المينيمم نمبر اوف لاينز اللي اقدر ارسمهم على الفاليوز دي وتعمل لي كفرنج لكل الفاليو بتاعه الزيرو. تاني
بعد ما بخلص ستيب 1 اي وستيب 1 بي كده تمام جاهزين عندي اللي هو التيبل الاخير ده، ببدأ اشوف المينيمم. خلي بالنا من كلمة مينيمم، number of lines that cover zero. طب انا ممكن امسك كولم A واحط لاين، كولم B واحط لاين، كولم C واحط عنده لاين، فانا كده عملت covering لكل زيرو، في زيرو في كولم A وفي B و C. طب يا ترى في عدد اقل من lines ممكن تأدي نفس التاسك وتعمل لي covering لكل الزيرو؟ انا كده استخدمت 3 lines وتعمل covering لكل زيرو. اشوف ممكن اعمل هنا ايه، لاين عند رو 2 بتاع الجوب اس 66 ولاين عند كولم سي، فبالتالي استخدمت 2 لاينز بس وعملت كفرنج برضو لنفس الفكره اللي انا عايزاها او التارجت بتاعي اللي انا هعمل كفر لكل زيرو. يبقى الكيس الثانيه دي يبقى انا هنا ايه، مش بحط اي لاينز تكفر الزيروز، لا ممكن احط 3 وكفر، لكن هنا استخدمت المينيمم نمبر اوف لاين انا ممكن اعمل بيها كفرنج لزيرو، فعملت لاين واحد عند زي ما قلنا كده سكند رو وعند الثيرد كولم وادى نفس الريزلت بتاعي ان انا عملت كفر لكل زيرو. طب هبدا اسال نفسي ده ايه، انا دلوقتي عملت كفر لكل زيرو يوزنج هاو ماني لاينز، 2 لاينز ده المينيمم نمبر. اقدر اقلل عن كده؟ لا للاسف، لو عملت واحد بس عند هنا في زيروز لسه انكفر، لو عملت لاين واحد عند كولم سي لسه في زيروز عند اي وبي انكفر. فاقل حاجه ممكن اعملها درون من لاين تكفر زيروز هم 2. طب ايه السؤال بقى اللي هيكمل التست اللي انا بعمله ده، النمبر اوف لاينز دي ايكوال تو ذا نمبر اوف كولمز اور رو؟ يعني انا دلوقتي عملت كفر لزيرو يوزنج 2 لاينز، طب عدد الكولمز 3، عدد الرو 3. خلي بالنا اوريدي احنا قلنا البروبلمز هتبقى دايما ايه 3 باي 3 4 باي 4 2 باي 2 انصار. طب وانس ان لقيت عدد اللاينز اللي انا عملت بيها كفرنج لزيروز ايكوال لعدد الكولم او رو، يبقى كده انا خلصت البروبلم والدنيا خلاص، هبدا ايه اشوف الاساينمنت هيتعمل ازاي. طيب لو زي ما حصل عندي هنا، انا قدرت اعمل مينيمم نمبر اوف لاين وعملت بيهم كفرنج للزيروز وفي نفس الوقت كانوا لازين او اقل من عدد الكولم او رو، يبقى لا، لو انا وقفت لغايه هنا ولقيت عدد اللاين اللي عملت بيها كفرنج اقل من عدد الكولم والرو، يبقى انا كده التست بتاعي بيقول لي لا لسه هكمل ستاب ثانيه، لان عدد اللاين مش مسيب العدد الكولم والرو، يبقى انا مش هقدر اوقف البروبلم هنا واعمل الاصعب. طب ايه اللي انا هبدا اشتغل عليه بقى بعد الستاب دي عشان يكمل لي اكمل عشان اعمل تست تاني واشوف هوصل اللاينز العدد ده ولا لا؟ هنا زي ما شفنا اهو المينيمم نمبر اوف لاين زي ما قلنا كده 2، ده اقل حاجه اقدر اعمل بيها. طب جيت عم اسال نفسي سؤال، يبقى اهو اللي انا وصلت له بعد ستيب 1 ان انا عملت تيست باللاينز في ستيب 2 عشان اتاكد البروبلم خلصت ولا لا، فلقيت عدد اللاينز هنا 2 وعدد الكولم وعدد الرو 3، يبقى كده البروبلم لسه ما خلصتش. طب ايه اللي اعمله دلوقتي في ستيب 3؟ هعمل حاجه اسمها سبستراكشن ستيب. يعني هعمل ايه دلوقتي؟ انا عملت كفرنج لكل الزيروز اللي عندي، ايه الفاليوز اللي لسه موجوده ان كفرد او ما اتغطتش باللاين دي؟ عندي 4 فاليوز، الاقي ال 5 وال 6 وال 2 وال 3. هعمل ايه؟ هشوف ال smallest uncovered value او number، اصغر رقم او value عندي ما اتغطاش باللاين دي، هعمل بيه حاجتين مهمين جدا. ايه هما الحاجتين دول؟ هعمل له subtraction من كل ال uncovered حتى نفسه، وهعمل له add على اي point فيه intersection between the lines. نخلي بالنا من الخطوه دي مهمه جدا. لو لقيت عدد التست بتاعي في ستيب 2 عدد اللاينز not equal to the number of column or the number of row، هبدا اعمل ايه؟ هشوف كل ال uncovered values. لقيت عندي 2 و3 و5 و6 اقل value فيهم 2، هعمل بيه حاجتين مهمين. اول حاجه هبدا اعمل subtraction او اطرحه من كل ال uncovered، يبقى 2 minus 2 0 3 minus 2 1 5 minus 2 3 6 minus 2 4. طب وهعمل بيه تاسك ثانيه مهمه جدا، البوينت بتاع intersection اللي هي بصوا لو خدنا بالنا هنا بين اللاينز اللي انا رسمتها ايه، بصوا شايفين الحته دي اللي هي كانت فيها الفاليو اللي هو 3، هعمل التول اللي هو السمولست انكفر نمبر هعمل له اد على الانترسكشن ده، يبقى 2 بلس 3 يطلع 5، فيبدا يظهر عندي في ستيب 3 اللي هي سبستراكشن، يبقى الرقم السمولست ده طرحته من كل الانكفر فاليو عملت له اد على الانترسكشن، فده الجديد اللي ظهر عندي. الباقي طبعا كان كله 0 زي ما هو، يبقى انا كده طرحت ال 2 from 2 0 2 from 3 1 5 2 from 5 3 2 from 6 4 وعملت اد على الانترسكشن اللي هي كانت ال 3 اللي عندي بلس 2 طلع هنا الايه ال 5، ده التيبل الجديد. هعمل ايه بقى في الخطوه دي؟ هعمل نفس التست تاني اللي انا كنت لسه عاملاه من شويه في ستيب 2، هبدا اشوف المينيمم نمبر اوف لاينز اللي انا اقدر اعمل بيها كفرنج لكل زيرو، ويا ترى المينيمم نمبر ده ايكوال نمبر اوف كولم اوف رو؟
لو خلاص ايكوال يبقى كده البروبلم خلصت والدنيا تمام. يبقى هنا زي ما قلنا بعد ما بخلص الستاب 3 بتاع السبتراكشن ببدأ اعمل لنفسي نفس التست واسأل نفسي نفس السؤال، هبدأ اشوف المينيمم نمبر اوف لاينز اللي اقدر اعمل بيهم لكل الزيروز اللي عندي. المينيمم نمبر نفس الفكرة، ما اللي هو مفيش اوبشن ان انا اقلل العدد عن كده، لو ايكوال لعدد الكولم او رو يبقى تمام كده انا وصلت ده البيست انسر او تيبل، وهبدأ اعمل عملية الاصل. فابدأ هنا اعمل التست بتاعي، ده التيبل الجديد اللي انا هبدأ اشتغل عليه او اعمل التست عليه اهو اللي هو بعد ستيب 3 سبتراكشن. هنا هبدا اشوف لو عملت لاين على اي بي سي او ماشي، عملت على رو اس رو تي لا هيبقى في زيرو هنا، هبدا اجرب بكل الطرق وكل الاشكال اللي انا كفر كل الزيروز باقل عدد لاين واحد او اتنين، لا ما ينفعش للاسف خالص لو جربت بكل الطرق. فليه هنا الكيس بعد ستيب 3 المينيمم نمبر اوف لاين اللي اقدر اعمل كفرنج بيه لكل زيروز هو هنا هيبقى 3 لاين. طيب التست بقى والجزء التاني من التست، is the number of line equal to the number of columns or row؟ فهلاقي فعلا ان مهما لفيت يمين شمال by column by row، خلي بالنا يا جماعة ما استعملش line زي diagonals، يعني بعمل line يا اما horizontal يا اما vertical بس، ده الادلة اللي عندي او الفاليد عندي في مسائل الاسايند. فلان هما فعلا ايه، هما فعلا 3 lines اللي هقدر اعمل بيهم covering لكل الزيروز، هما 3 line وهما في نفس الوقت equal to the number of columns. معنى كده ان التيبل ده وصلني ان خلاص مفيش assignment اكتر من كده ممكن يوصلني لمينيمم كوست اكتر من اللي انا ممكن اوصل له من التيبل ده. طب خلي بالنا دلوقتي التيبل ده انا عملته بستبس معينه وظهرت فيه زيروز كتير، ايه معنى الزيرو اللي بيظهر في intersection بين اي job وبين اي ماشين زي هنا او زي هنا؟ ده معنيه ان ده ان لو هنقل من او هعمل assign من مثلا من تاسك اس لايكويبمنت او ماشين ايه، ده المينيمم كوست ما بينهم، اللي هو لو في انترسكشن بزيرو ده المينيمم كوست اللي ممكن اعمل بيه الاصل، فاي زيرو ليه نفس المعنى. طب اخر حاجه بقى عايز اعمل الاساينمنت بتاعي، انا كده وصلت للزيروز دي كلها، فقلنا الانترسكشن بتاع زيرو ده معناه المينيمم كوست، بس دي الكوست الحقيقيه؟ لا طبعا، ده انا كنت مشيت ستابس معينه عشان اوصل للتيبل ده عشان اعرف الانترسكشن بين الجوبس وبين الماشين الانترسكشن اللي بزيرو ده المينيمم كوست. فده لي اخر حاجه بقى ان انا اعمل اساين بتاعي، بس طبعا اكورنج للاوريجينال تيبل اللي هو اول تيبل خالص كان عندي في الجيم. طب هاساين انهي جوب لانهي ماشين دي البوينت بتاعتي، دي بقى بتتعمل كده ايه باي لوجيك، يعني هشوف ايه اللي ليه البايورتي او ليه الاولويه. يعني ايه؟ يعني قلنا كده ايه معنى الزيروز، ان ده المينيمم كوست اللي ممكن هاساين بيه الجوب دي للماشين دي. يعني فور اكزامبل هنا الار مينيمم كوست اللي هو الانترسكشن زيرو مع ماشين سي ده كده اقل كوست ممكن اعمل اصلا. طب مين هوزعه الاول؟ قال لي ليه البايورتي الاولويه، يعني ايه؟ يعني اوريدي ما عندوش غير زيرو واحد بس ظهر اللي هو زي مثلا ار مع ماشين سي اللي هو ظهر زيرو مره واحده، يبقى ده ما عندوش اوبشن غير يتوزع مره واحده عن سي، فده هديله البايورتي او الاولويه ان هو يعمله اساين الاول. طب الحاجات اللي عندها اكتر من اوبشن زي مثلا جوب اس عندها زيرو عند ماشين A وزيرو عن ماشين B، عندها تو اوبشن ممكن اجلها شويه في الاصل. نيجي مثلا لماشين لتاسك او جوب T عندها برضو تو اوبشنز عند ماشين A وعند ماشين C، فكده عمليه الاساينمنت بتتم بقى باي سنس وباي لوجيك. يعني ايه؟ هدي اللي ليه الاولويه زي ما قلت كده اللي عنده اوبشن واحد، يبقى هنبدا بار هتتوزع عند C. يبقى كده خلي بالنا احنا اوريدي قلنا الكونديشن بتاعنا او الشرط من الاول 1 تو 1، كل جوب بتتوزع مره واحده وكل ماشين بتاخد تاسك او جوب، يبقى اوتوماتيك كده خلاص لو هندي ار لي سي كده خلاص الار هتبقى اتوزعت وسي كمان هتبقى خلصت عشان ما انتهش. زن هيبقى عندي بعد كده فاضل الاس والتي الجوبس وفاضل ماشين اي وبي. طب نيجي هنا نيجي عند اس عندها اوبشن عند اي وعند بي والاتنين لسه مفتوحين. طب استنى شويه اروح دلوقتي البايورتي التاني عندي تي، ليه؟ كان عندها اتنين اوبشن عند ماشين اي وعند ماشين سي، بس للاسف سي خلاص اتوزعت اتوزع عليها تاسك تانية، قلنا كل ماشين بتاخد تاسك واحد، فاوتوماتيك تي بالنسبه لسي مش هتنفع، فتي اوتوماتيك خلاص كده بقى عندها برضو ايه بايورتي ان هي ما عندهاش الاوبشن واحد تروح لمين؟ بيرفكت، طبعا هتضطر تروح لايه؟ لماشين اي. بخلي بالي بص السنس بتاع التوزيع، بشوف المهم اللي ليه البايورتي اللي ما عندوش اوبشنز كتيره في التوزيع اشتغل عليه، وبعد كده اللي يلي خليه اوتوماتيك. ايه اللي حصل في الاخر؟ خلاص اتبقى عندي التاسك او الجوب اس ومش متبقي عندي غير ماشين بي، فدول هيتوزعوا مع بعض. يبقى كده عرفت ان ار هتروح لماشين سي، T
سي هتروح لماشين ايه and finally اس هتروح لماشين بي. طب خلاص دلوقتي هو كل انترسكشن بينهم الكوست زيرو، هو فعلا كده كل اساينمنت كوست هيبقى زيرو؟ لا، انا ده بس انا وصلت للتيبل ده عشان اعمل اساينمنت بالفكره بتاع الانترسكشن زيرو اللي هي ريبريزنتنج للمينيمم اساينمنت كوست. هرجع بقى اعمل الاساينمنت كوست نفسها منين؟ من الاوريجينال تيبل اللي هو اول تيبل خالص احنا تعلمناه. يعني هنا وصل اهو لعدد اللاينز 3 لاينز زي ما احنا قلنا، فكده ده الاوبتيمال ايه اساينمنت اللي ممكن اشتغل عليه. وشفنا طريقه التوزيع ازاي بتتم باي سنس وازاي بوزع كل عشان لكل وركرز. ما قلنا كده في حاجات ليها الاولويه، يبقى ار اوتوماتيك ما عندهاش اوبشن غير سي، يبقى ار راحت مع سي. هاجي هنا لسه اس ستيل عندها تو اوبشن، بس تي الاوبشنز عندها برضو قفلت علشان اوريدي ماشين سي خدت الار، فتي اوتوماتيك هتروح ليه. فاضل عندي اس اوتوماتيك هتروح ليه، يبقى كده عندي الكوست بتاعتي زي. طب اوزع الكلام ده منين؟ اكوردنج للاوريجينال كوست بتاع الاوريجينال تيب. يبقى اشوف الكوست كانت من assign job r لماشين c كانت الكوست الاوريجينال قد ايه بلس التوتال بقى الاساينمنت كوست بلس assign s ل b كانت قد ايه بلس assign ال t لل a كانت قد ايه. ودي اخر خطوه عندي في الاساينمنت ماست. يعني زي ما شفنا هنا، بصوا حطينا التيبل اللي احنا وصلنا له اللي عملنا بيه الاساينمنت، وحطينا جنبه الايه الاوريجينال تيبل، اول تيبل ظهر خالص في اول البروبلم خالص اللي هو الجيفن اللي انا بشتغل عليه كل الخطوات دي. يبقى احنا شفنا هنا ان r راحت ل c اللي هي الكوست والانترسكشن ما بينهم اهو اللي هو الزيرو. طبعا ما بحطش الزيرو، برجع اخد الايه الاوريجينال كوست اللي هي ال 6 بلس. قلنا بعد كده كمان ان الاس راحت لل b، هنا طبعا كان الكوست زيرو، الاس راحت لل b في الاوريجينال تيبل كانت الكوست بتاعتها 10. اند فاينلي شوبتي راحت لاخر ماشين عندنا اللي هي ايه، وكانت الكوست بتاعتها اهي 9. فكده بحسب الايه التوتال كوست اللي هي 6 بلس 10 بلس 9 ايكوال، يبقى كده التوتال اساينمنت كوست هيبقى 25. دي كده الفكره بشكل سامبل بتاعه الاساينمنت ميثود وازاي هوزع الحاجات اللي هي 1 تو 1 وان جوب او وان تاسك وان ماشين، واوصل في الاخر للاوبجكتيف بتاعي التوتال مينيمم اساينمنت كوست. اتمنى كده تكون الفكره وضحت، وان شاء الله نعمل ابلكيشنز كتير على كل الايه البروبلمز اللي احنا اتكلمنا فيها دي. شكرا.